أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يشهد الاحتفال بافتتاح موسم الحصاد 10,000 فدان بالفرافرة. رئيس الوزراء، مشروع المليون ونصف فدان سيساهم في سد الفجوة الغذائية. كاميرون، لن أعتذر لترامب عن انتقادي لتصريحاته إزاء المسلمين. رياضيا، عمر جابر في بازل السويسري. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بافتتاح موسم الحصاد 10,000 فدان بمنطقة الفرافرة، والذي يعتبر نواة للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، ويعد هذا المشروع العملاق نموذجا للريف المصري الجديد، بما يمثل إضافة كبرى لتحقيق مخططات التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل لملايين الشباب من أبناء الشعب المصري، وذلك استمرارا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الاحتفال بموسم الحصاد يأتي تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وأعياد تحرير سيناء وذكرى الإسراء والمعراج، والذي يدل على وحدة وترابط جميع أطياف الشعب المصري. وأضاف خلال كلمته في احتفالية موسم الحصاد بالفرافرة أن ما تم إنجازه في مشروع المليون ونصف المليون فدان سيساهم في سد الفجوة الغذائية والحد من استيراد الغذاء وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان للخروج من الوادي الضيق. أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لن يعتذر عن انتقاده لتصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على صفقة انتقال عمر جابر نجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك إلى بازل السويسري مقابل 1,650,000 يورو رسميا اعتبارا من الموسم المقبل. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيها ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.